لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية في اليوم اللي حصل فيه العملية الانتحارية كنا مدعوين افتتاح إدارة منطقة في مدينة إنقل، وكان ضمن سلسلة زيارات لتنظيم العمل المخافر الثورية في المناطق المحررة. لا يخفى على أحد مسألة الأمن والانفلات الأمن الموجود في المناطق. توجهنا إلى مكان الاجتماع، صراحة ما كنا على دراية بحضور يعني هذا العدد وهذا النوع القيادات الثورية. فقد أجزم أنه كان حاضر يعني قيادات الثورة السورية في الجنوب، من حكومة مؤقتة إلى مجلس محافظة إلى مدراء مناطق إلى قادة فصائل. فصراحة أني بديت امتعاضي بسبب العدد الحاضر، وإحنا في مدينة إنخل اللي هي خط رباط مع النظام، لكن الأخوة كانوا واخذين يعني استعداداتهم، ما كانوا يحسبوا حساب إنه يجي الغدر من يعني عملاء الخسة وكلابه للنار. كانوا حاسبين حساب ممكن يجي لا سمح الله استهداف من قبل النظام، لا سيما انه مدينة انقل صارت يعني مجموعة مصالحات اجتماعية لمحاولة احتواء اصحاب هذا الفكر، بعد ما عملوهم شيء من الشدة يحاولوا يمدوا لهم شيء يد اللين يعني. فبعد ما قدم اخونا مدير او رئيس مخفر الثوري بانخل كلمة، طلبني تقديم كلمة. كان الدكتور تقبل الله يجلس عن يميني، فبدأت بكلمتي، ما تجاوزت يعني تمهيد بس ما هو الحمد لله عز وجل والصلاة على رسول الله. فجأة بطلقات نارية تخرج ثم حصول الانفجار. هاي راح أتكلم عن ساعات الانفجار كم كانت عصيبة، لكن أذكر أنه بعد ما خرجت تحت الأنقاض كنت في سيارة إسعاف، سألت عن الدكتور فقال استشهد تقبله الله. فوصلت مخفر يعني مشفى إنخل، أخذت إسعافات أولية مشفى إنخل وأتوجه على أساس على مشفى ثاني. تعرضنا لكمين بعد بين إنخل وجاسم، وكأنه ما كفاهم يعني هذا التفجير، فقرروا انه كل موجود في الاجتماع لازم حتى لو خرج يتم تصفيته. فما اعلم اي حقد هذا على الثورة السورية، على الانسان السوري. ما ادري اي فكر هذا المزروع في عقل هذا الشاب اللي ما تجاوز 20 من عمره، تعليمه يعني دون الابتدائي ممكن. ما أعلم أي حقد دفين موجود في داخل هذه الطغمة التي يعني استهدفت تجمع فيه كل الناس، من طلاب علم، من مشايخ، من قضاة، من وزراء، من ناشطين، من مجاهدين. لكن سبحان الله كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هم كلاب أهل النار، ولا يشترى يعني ولا يعقل منهم الا الغدر والخسه. اسال الله عز وجل الشهداء الرحمه، واسال الله عز وجل ان يعافي ثورتنا مما علق بها من هذه الامراض، وان يكتب النصر لثوره هذا الشعب المقاوم.